اهلا بحضراتكم مره تانية. لسه منورني نجم الاهلي السابق كابتن محمد عامر. ويمكن في الفاصل كنا بنتكلم يا كابتن مع بعض بندردش كده، فجت سيره اللقطه بتاعت محمد صلاح في مباراه امبارح مع المنتخب، وحضرتك ليك تعليق عليها. والله يعني بصراحه انا يعني انا شايف ان حاجه دي بتسيء لمحمد صلاح نفسه. وبعدين احنا في 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 وقت في كورونا وفي وباء وفين بقى الضوابط في الصوره معانا يا كابتن؟ يعني فين الضوابط في الاستاد؟ كورونا طيب، يعني حتى انه نخاف على مستقبل الراجل ده علشان ده ليه مستقبل دول دخلوا كبير. ازاي دول دخلوا ازاي؟ طب هيخشوا عشان يتفرجوا بيقعدوا في المدرج، يخشوا الملعب ازاي؟ ازاي دول دخلوا؟ ده انا واي حد من زمايلنا لو راح الاستاد عشان يخش يتفرج على الماتش، واحنا كمعروفين بيبقى صعب جدا، بيبقى صعب. والإعلاميين والصحفيين بيروحوا صعب انهم يخشوا، ومفيش مشكله انه يكون لازم صعب، لازم بتصريح ولازم مش عارف بالظبط. دول دخلوا ازاي؟ مين المسؤول عن دول؟ مش هنقول بقى غير علامه استفهام بس. يعني دول بيسيئوا لينا احنا احنا كشعب. بيسيئوا لينا، بيسيئوا لمحمد صلاح اللي هيروح ليفربول هناك يقولوا ايه المناظر دي؟ ايه المناظر دي؟ محمد صلاح يعني شخص عالمي، واي لقطه عالميا بتنتشر. وخلي بالك يعني الذنب مش عليهم، الذنب على اللي دخلهم. مين اللي دخلهم؟ هو طبيعي محمد صلاح شخص محبوب جدا وفي جماهير كتير بتجري وراه، ولكن بيبقى فيه يعني الوقت والزمان ويعني قوانين برضو. ما يبقاش في قلب مباراة منتخب مصر وبعد المباراة لقي ناس نازلة على أرض الملعب، يعني من هنا جت ماشي نقول إن الحاجات دي بقى عادية عندنا لأن إحنا في مصر. ده في مرض دلوقتي موجود اسمه كورونا. بالظبط. ما هو فكره بقى الوقت، وقت كورونا دي يعني المفروض اخاف من كتر ما انا بحبه اخاف عليه، يعني اخاف انه ممكن يحصل له اي حاجه. طبعًا. اي مشكله طبعًا. سواء مع نادي ليفربول او مع المنتخب. انت عارفه ان المرض ممكن حد يبقى شايله بس مش باين الاعراض. ممكن واحد يصيب اللي حواليه. فطبعا يعني ده منظر يعني اتمنى انه ما يتكررش تاني في مصر. اكيد.